اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم اليومي مؤشر نين. نتعرف سويا بالارقام والتحليل على اداء مؤشرات البورصه المصريه والتي عاودت مؤشراتها الارتفاع اليوم مدعومه بعمليات شراء من قبل مستثمرين العرب والاجانب وبعض الامور اخرى سنتعرف عليها سويا في هذه الحلقه من برنامجكم اليومي مؤشر نين. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه AJX30 بنسبه 58% ليبلغ مستوى 15670 نقطه، كما ارتفع مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه AJX70 بنسبه 44% ليبلغ مستوى 747 نقطه. وشملت الارتفاعات ايضا مؤشر AJX100 الاوسع نطاقا والذي ارتفع بنحو 40% ليبلغ مستوى 1973 نقطة. كذلك امتدت الارتفاعات لمؤشر AJX20 محدد الأوزان النسبية بنحو 1% إلى قيمة منهيا للتعاملات عند مستوى 15626 نقطة. نتحول لقائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع البنوك هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 27.6%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 22.6%، وجاء قطاع الخدمات المالية ثالثا بنسبة 22.5%، بينما جاء رابعا قطاع الاتصالات بنسبة 7.4%. أما بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة 60.8% من إجمالي تعاملات السوق، كما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 5.5% من تعاملات السوق، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع واستحوذوا على نسبة 33.6% من تعاملات السوق، واتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 48.3%، في حين مالت المؤسسات نحو البيع وحصلت على نسبة 51.6% من إجمالي تعاملات السوق. أما عن الأسهم الأكثر ارتفاعا فتصدرها سهم عبر المحيطات اليوم، وكان هو الأنشط والذي تصدر القائمة بنسبة 16.6%، ثم سهم أطلس لاستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي بنسبة 8.2%، ثم سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 7.5%، وحل رابعا سهم مصر للأسمنت قنا بنسبة 6.2%. أما الأسهم الأكثر انخفاضا فتصدرها سهم حق الاكتتاب للصناعات الكيماوية كيما بنسبة 5.6%، ثم سهم مصر للأسواق الحرة بنسبة 3.6%، تلاه سهم الأهرام للطباعة والتغليف بنسبة 3.6%، وحل رابعا سهم السويس للأسمنت بنسبة 2.8%. للمزيد من التحليل حول أداء سوق المال اليوم ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سعيد الفقي خبير أسواق المال. أستاذ سعيد بعد التحية، كيف تابعت وقرأت وحللت ما دار في سوق المال اليوم؟ أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أولا هو السوق حاليا بيتحرك في نطاق عرضي محدود، نعم، ما بين مستويات 15000 نقطة و 15500 نقطة. امبارح واليوم السوق تجاوز مستوى المقاومة اللي هو عند 15500 نقطة إلى 15600 نقطة، دي نقطة إيجابية جدا، ولكن الملاحظ ضعف أحجام التداول وضعف عزم الصعود في الوقت الحالي. فاللي حصل إن إحنا تجاوزنا مستوى 16000 و 16، فملاحظ إن إحنا تجاوزنا مستوى 15500 نقطة، ولكن إحنا قلنا إن في ضعف في إيه؟ في القوة الشرائية، ضعف في عزم النقود، الكلام ده كله أثر إلى حد ما ورجعت الانخفاضات مع نهاية الجلسة. طيب الكلام ده راجع لعدة أسباب. إيه أهم الأسباب دي يا أستاذ سعيد؟ نعم يا فندم. أهم الأسباب اللي في رأي حضرتك خلت السوق وعززت من مكاسبه النهارده بالصوره يمكن ما هياش المأمول، او الرجوع للقمم التاريخيه اللي حققناها قبل كده وصلنا فيها ل 18500 نقطه، لكن كسر حاجز ال 15000 ده ربما موجه تصحيحيه. في راي حضرتك بقى ايه هي الاسباب اللي ادت لده؟ اللي حصل يا فندم بعد الانخفاض الحاد اللي زي ما حضرتك ذكرته من
18500 نقطة إلى قرب 15200 نقطة، كان لابد من حدوث حركة تصحيحية الأعلى. كان عندنا مستوى مقاومة عند 15000 نقطة، تجاوز هذا المستوى نتيجة للانخفاض الحاد اللي تم. ولكن احنا عايزين نوضح أسباب الانخفاض اللي حصل خلال الفترة السابقة بشكل عام. أولا الحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين ده أثرت بالسلب بشكل عام في أسواق المال العالمية، وبالتبعية طبعا سوق المال تأثر. ثانيا ارتفاع سعر الفائدة الأمريكي ده أثر برضو أيضا بالسلب في أسواق المال. ثالثا ويمكن السبب الأهم إن هو صعود المؤشر لمستوياته التاريخية عند 18500 نقطة في فترة وجيزة جدا وبشكل حاد. تمام. وكان هذا هو مستهدف 2018. طب هل ممكن استسمحك استاذ سعيد، هل ممكن استسمحك انك تفضل معايا بس لحظات قليله؟ يعني هنسمع راي ضيفنا الكريم استاذ محمد جاب الله خبير اسواق المال، وهنرجع لحضرتك مره ثانيه. استاذ جاب الله مساء الخير، وبنتكلم النهارده عن ختام تعاملات، يعني قربنا على ختام تعاملات الاسبوع، يمكن في مكاسب حققناها بشكل او باخر. عايز اسال حضرتك عن معدل النمو الاقتصادي النهارده، كانت وزاره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري اعلنت ان احنا حققنا معدل نمو وصل ل 5.3%، وده كان مقارنه ب 4.2% في العام الماضي. خلينا اسال حضرتك عن دلاله الارقام دي وتاثيرها الايجابي على الاقتصاد القومي. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على جميع الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. هو طبعا ما من شك ان نتائج الاقتصاد الكلي نتائج مبشره، كويس، كل الدلالات تقول ان احنا خلاص بنقترب من الخروج من عنق الزجاج، ولكن مع ملاحظه لابد ان ناخذها في الاعتبار ان الريفليكشن او الانعكاس ده على المواطنين لم يشعروا به الى الان نتيجه طبيعيه لارتفاع معدلات التضخم اللي طبعا كان احد الاسباب الرئيسيه فيها هو قرار التعويض. فطبيعي ان كل ما يحدث في الاقتصاد هو المفترض ان هو ينصب مباشره على الحاله الماليه إلا كل الأرقام دي هتبقى مجرد أرقام. ولكن من الناحية المتفائلة إن الاستمرار في النمو والاستمرار في الصعود لابد أن يكون له مردود إيجابي، ولكن في فترة لاحقة. بمعنى إن هو أنا ما ببصش على الوقت الحالي، كويس، ولكن أنا بشتري النظرة المستقبلية. عشان كده دايما بنلاقي ان الاخوه الاقتصاديين او اللي بيطلعوا في البرامج الاقتصاديه دايما بيتكلموا في وادي، والشعب او المواطن البسيط بيتكلم في وادي تاني. فانا بحاول ان انا اقرب من وجهات النظر. دايما الاقتصادي بيبص على المرحله القادمه شكلها ايه. هو احنا محتاجين النظره التفاؤليه دي في الفتره اللي جايه يا استاذ جاب الله؟ اكيد. يعني هو طبيعي، يعني بص، يعني خلينا اقولها والناس الحمد لله عارفه ان انا واقعي وبطابع متفائل، ولكن ما من شك ان المواطن المصري في الوقت الحالي يعاني معاناه شديده ما حدش يقدر ينكرها. ولكن النظره المستقبليه نتيجه تطبيق بعض السياسات اللي ما كانتش موجوده، عارف حضرتك بنشبهها دايما بالمريض مرض فيتال او مرض عضال، كويس، لو ما بياخد العلاج لاول مره ما بيستسيغوش، كويس، انما نتيجته بتظهر بعديها بفتره. فاحنا نامل الخير ان يكون العلاج ده هو اقتصاديا بحتا هو علاج فعال، عشان الواحد يقول الكلام ودي امانه الكلمه. هو العلاج صحيح مر وجديد ومأثر على كل الطبقات، ولكنه في نهاية الأمر هو علاج فعال سيؤتي ثماره، ولكن فيما بعد. يعني أنا شايف أن احنا خلال إن شاء الله 3 سنين بإذن الله تعالى سيتغير الحال كليا بإذن الله. طيب، على كل الاحوال ارجو ان تبقى معي استاذ جاب الله. خليني ارجع مره ثانيه للاستاذ سعيد الفقي. استاذ سعيد، لو النهارده كان رئيس الوزراء اكد على الدور المحوري
وعلى برنامج الطروحات الحكومية، وإن من شأن الطروحات الحكومية دي تعزيز الاقتصاد الكلي وتعزيز الاقتصاد القومي كمان. وكمان كان اتكلم رئيس البورصة المصرية عن الشفافية والإفصاح، إن هو بيجب علينا في الفترة اللي جاية هيكون في يعني شفافية أكثر في تعاملات سوق المال. الأمور دي كلها وضمانات نجاح الطروحات الحكومية وتأثيرها، إزاي ممكن نقيمها وإزاي ده بينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد القومي؟ والله هو برنامج الطروحات الحكوميه من الاساسيات اللي مدرجه في برنامج الاصلاح الحكومي. نعم. احنا انتظرناها طويلا جدا، تم تحديد مواعيد سابقه ولكن لم يتم تنفيذ اي شيء حتى الان. السوق حاليا محتاج محفزات جديده، محتاج روح جديده، محتاج دم جديد، الكلام ده كله محتاج اليات جديده. الكلام ده كله بيتوفر تقريبا في تنفيذ بدايه تنفيذ برنامج الطروحات الحكوميه لما سوف يجذبوا من مستثمرين جدد، ضخ سيوله جديده. احنا بنتكلم ان احنا كان اخر طرح حكومي ما يقرب من 13 عام كان المصريه للاتصالات. وقتها المصريه للاتصالات وقت هذا الطرح تم جذب او تفويت ما يقرب من 1 مليون مستثمر جديد. البورصه محتاجه حاليا مستثمرين جدد، محتاجه دم جديد. طب ازاي نقدر نستقطب مستثمرين جدد يا استاذ سعيد واحنا عندنا يعني السيوله فيها مشكله دلوقتي والطروحات الحكوميه والمحفزات اللي المفروض تكون موجوده في السوق مش موجوده على راي الخبراء او راي حضرتك؟ يعني عندما تنفيذ برنامج الطروحات الحكوميه وقت حينما يتم هيتوفر كم كبير جدا من العملاء الجدد. لو فرض ان تخارج منهم 80% بعد تحقيق ارباح من خلال هذا الاكتساب واستمر 20% فقط، هو ده اللي احنا محتاجينه في الوقت الحالي. نعم. ال 20% دول السيوله اللي موجوده لديهم هيتم تدويرها في السوق، وبالتالي هتنعكس ايجابيا على احجام التداول ومن ثم هتنعكس ايجابيا على المؤشرات بشكل عام. بس لابد ان ندرك ثلاث محاور اساسيه لنجاح برنامج الطروحات الحكوميه. اولا بنتكلم في التسويق الجيد من قبل المتخصصين، لابد من وضع سياسه معينه من الناحيه التسويقيه تكون فيها زي ما حضرتك ذكرت الشفافيه والوضوح وتوضيح ميزانيات الشركه وارباحها والمشروعات المستقبليه اللي هي بتخطط ليها. ثانيا تحديد قيمه عادله للسهم اقل من قيمته الفعليه، بمعنى لو طرح السهم ب 12 جنيه لابد ان تكون طرحه لو طرح السهم 12 جنيه لابد ان تكون قيمته اقل من هذا المبلغ علشان المستثمرين الجدد يكون عندهم حافز قوي لتحقيق مكسب، وبالتالي ده هيكون دافع للطروحات القادمه. النقطه الاخيره او المحور الاخير اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو التوقيت الجيد للطرح. احنا اظن ان احنا بعد ما وصلنا لهذه المستويات في وقت قياسي ومحدود جدا محتاج السوق ريفريش، محتاج تحديث، محتاج زي ما احنا بنقول ادوات جديده. فين اليه الشورت سيلينج اللي اقرتها اداره البورصه؟ طيب يعني اذا المحفزات والامور دي كلها يمكن في الفتره الجايه. خليك معلم معلش يا استاذ سعيد، خليك معايا مره تانية. هرجع تاني للاستاذ جبله. استاذ جبله، لو بنتكلم عن ان الرقابه الماليه اصدرت قرار مؤخرا بانشاء سجل لقيد الجهات المرخص ليها باعمال التقييم المالي، الهدف من وراء القرار ده ايه في وجهه نظر حضرتك؟ هو عملية تقنين للأوضاع، وخاصة ان هو كان أثير الفترة اللي فاتت، وربما ده كان احد او الاسباب اللي ادت الى تراجعات. نعم. وجود اختلاف في المنهجيه في التقييم ما بين وعلى الرغم من جميع المؤسسات هذه سجلات الهيئه العامه الماليه، ولكن هو اختلاف منهجيات الحقيقه هو ده اللي ادى لغط كبير قوي اصاب احدى الاسهم المقيده في البورصه، وكانت للاسف يعني ان هي احدى الاسهم الشعبيه وكانت بتحوز على تلت تداولات السوق. فاول ما ابتدى اللغط ده يدور نعم تمام. طيب خليني استاذن حضراتكم استاذ سعيد الفي خبير اسواق المال والاستاذ محمد جبل خبير اسواق المال ايضا، يعني ارجو ان تبقوا معي لحظات قليله، هنخرج لتقرير بيرصد لحاله البورصه المصريه اليوم ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم نقاشنا في هذه الحلقه من مؤشر نيل.
للجلسة الثانية على التوالي تواصل مؤشرات البورصة المصرية صعودها الجماعي ليربح رأس المال السوقي نحو 3,600,000,000 جنيه في ختام تعاملات الأربعاء وسط تداولات بنحو 923,000,000 جنيه. الصعود جاء مدعوما بعمليات شراء من قبل المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 0.6% مسجلا 15,670 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 44%. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا الذي صعد بنحو 0.4%. وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 89 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 27 شركة وحافظت 49 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة. زي ما تابعنا مع حضراتكم يعني ما بين مخاطر وما بين ارتفاع ملحوظ وحذر في سوق المال النهارده، كان في مؤشرات طبعا يعني اتسمت بالصعود وده اللي كان المؤشر الرئيسي. خليني ابدا مره تانية مع ضيفي الكريمين الاستاذ سعيد الفي خبير اسواق المال والاستاذ محمد جاب الله. استاذ سعيد، كنا بنتكلم قبل قليل مع الاستاذ جاب الله عن ان في قرار بانشاء قيد للجهات المرخص ليها بالتقييم باعمال مالي. خلينا اسال حضرتك عن ان السوق في الوقت الحالي بتنتظر نتائج شركات خلال النصف الاول من العام الجاري، توقعات حضرتك للنتائج وتاثيرها على السوق في الفتره اللي جايه هيكون ازاي؟ بالنسبه للشركات، غالبيه الشركات نعم هينعكس ايجابيا الى حد ما على اداء اسهم هذه الشركات، ولكن برضو بنرجع نقول ان احنا محتاجين اليات جديده. كثيرا او في الوقت الحالي تفاعل السهم على الشاشه ليس مرتبط باداء النتائج الخاصه من حيث الميزانيات وتحقيق الارباح والخسائر. احنا بنتكلم عن قوه شرائيه لابد من وجودها علشان خاطر يبقى في تنفيذات، علشان خاطر يبقى في صعود. فالنتائج بنتكلم عليها بتبقى في العموم غير مؤثره الى حد ما، ولكنها اولا واخيرا نقطه ايجابيه في صالح السهم، وبالتالي بتصب على اداؤه. تمام. طيب خلينا ارجع تاني استاذ جاب الله. استاذ جاب الله، لو بنتكلم ان في الفتره الحاليه ربما تكون بوادر لحرب تجاريه قائمه، او هي بالفعل حرب تجاريه قائمه ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين الصين على التعريفات الجمركية اللي كنا بنتابعها في الفترة الأخيرة، لو بصورة مباشرة تأثير الحرب الكلامية ما بين الاقتصاديين الكبيرين على السوق ليس المصري ولا الإقليمي ولكن على المستوى الدولي، كيف تقيم هذه التوترات الاقتصادية القائمة حاليا؟ هي حرب كان لابد منها نظرا لتوحش الاقتصاد الصيني مما أثار حفيظة الأمريكان تحديدا، وابتدوا يخشوا منهم لان كانت البضائع الصينيه زي ما احنا شايفينها في مصر تغزو الاسواق قبل القيود اللي فرضتها الحكومه المصريه قبل قرار التعويض على الصادرات، فهي برضه كانت بتغزو السوق الامريكي وبصراحه تنبه ليها مؤخرا الامريكان، فابتدوا يحاولوا ان هم يحجموا التوحش الصيني، ولكن لن يستمر الوضع كثيرا لان هو في النهايه اعتقد ان الصين ما زالت متفوقه على من الناحيه التصديريه متفوقه على الولايات المتحده الامريكيه، ودي نظرا لانخفاض تكلفة المدخلات الخاصة بمصنوعات الصين وخاصة الناحية المتعلقة بالعمالة وعدم الاهتمام بالجودة في مقابل رخص الأسعار. فبالتالي أعتقد أنه هو يعني الأمور ستعود وهي مناوشة ما بين الامريكان والصينيين، ولكن لن يستمر الوضع طويل. طيب ارجو تبقى معايا مره اخرى. استاذ سعيد، لو بنتكلم عن احجام تداول اليوم وللافراد والمؤسسات وللشركات ايضا. طبعا احجام التداول قربت عن مليار اليوم، وده بيعد
الى حد ماشي ايجابي. كنا احنا بنشوف خلال الفتره السابقه اثناء الانخفاضات كانت احجام التداول لم تتخطى نص مليار تقريبا. نعم. فبالتالي وقت الصعود لما نقترب من مليار فده بيعد شيء ايجابي. بنتكلم ان احنا خلال الفتره الحاليه زي ما احنا اتكلمنا محتاجين ان احنا نثبت اعلى مستوى 15500 نقطه الى 15600 نقطه. نعم. واللي احنا اعلاه حاليا محتاجين نثبت خلال الجلسه القادمه اعلى هذا المستوى بنفس احجام التداول اللي لم تكن تزيد الى حد ما فوق المليار. ده هيعد شيء ايجابي جدا وهيدفع السوق للمستويات كلها عند 16000 نقطه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ سعيد الفي خبير اسواق المال، كنت معنا عبر الهاتف على ايضاحاتك واستيضاحاتك على ملف سوق المال اليوم، شكرا جزيلا لحضرتك. وسؤال اخير من استاذ جبلة، استاذ جبلة لو يعني توقعات حضرتك للسوق غدا، وطبعا غدا هيكون اخر تداولات الاسبوع وتم الاغلاق على المؤشرات اللي بنشوفها، بتتابع ازاي وتوقعات حضرتك بكره ان شاء الله؟ طيب احنا اخترقنا مستويات ال 15500 ودي كانت تعتبر اول مقاومه وكان لنا مستهدف في حدود ال 15800. عندنا قانون مهم جدا يحكم جميع اسواق المال وهو قانون تبادل الادوار، بمعنى ان المقاومه تتحول الى دعم والدعم يتحول الى مقاومه في فتره لاحقه. فبالتالي من سمات اي سوق في الدنيا ان هو بعد ما بيخترق المقاومة بيحاول ان هو يعيد التجربة مرة اخرى على النقطة ذاتها اللي هي 15500 لاختبارها اذا ما كانت تحولت الى دعم من عدمه. فبالتالي ابتدى السوق النهاردة في نهايات الجلسة يحاول ان هو يجني جزء من ارباحه وقلص من مكاسبه. فبالتالي احنا عندنا بكرة منطقة الدعم اعتقد ان احنا هنزورها مستويات 15500 ومنها ان شاء الله نتجه مباشره نحو النقطه الفيصليه في السوق في الاجل القصير وهي مستويات مع تفاؤل حذر طبعا 1050 بالضبط كده. بشكرك احجام التداول. نعم. خلاص يبقى احنا انهينا موجود. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد جاب الله خبير اسواق المال، وايضا الشكر موصول للاستاذ سعيد الفقي خبير اسواق المال، وشكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام. انتهت هذه الحلقه من برنامجكم اليوم مؤشر النيل، حاولنا سويا ان نتعرف بالارقام والتحليل على اداء مؤشرات سوق المال. شكرا لحضراتكم، بعد قليل موجز لاهم واخر الاخبار على شاشه النيل، الى اللقاء.